زهقان قوي، او بمعنى اخر حزين يعني. لا لا، مش هو ده المعنى. انا مكتئب. لا برضو مش هو ده المعنى اللي انا عايزه اقوله. بصي بصي يا خالتي، هو في شويه حاجات كده جوايا يعني، ملعبكه كده ومش لاقي لها اسم. انا ملاحظه انك بقيت كئيب وحزين ومش على طبيعتك. ايه ده، هو باين عليا قوي كده؟ هي خلطه باينه عليا الصراحه. اه يا بيتا، ده حتى اللولي والدؤدؤ اخدوا بالهم امبارح لما كنا مع بعض. يا خبر. ويا ترى بقى عرفوا ولا لا؟ ها، عرفوا ولا لا يا خلطه؟ عرفوا ايه؟ عرفوا ايه يا بيتا؟ قول، قر واعترف. ايه؟ لا 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 لا، ولا اي حاجه، مفيش حاجه خالص. انا حاسه كده ان في حاجه. وانا بقولك مفيش اي حاجه، مفيش، قلتلك مفيش. في حلقه عايزين نبتديها، ممكن نبدا بقى؟ ممكن يا استاذ، اتفضل. 3 2 1 اكشن. اكشن يعني هنبدا. اكشن يعني هنبدا ونقول احلى. حكايات، أسئلة وجوابات، اسمها إجابات. أخبار وكمان حكايات، أسئلة وإجابات، أفكار ومعلومات، يا تبقى خلطة بيطة. أصحاب خلطة وبيتا، وحلقة جديدة من برنامجنا خلطة بيتا. النهاردة عندنا فقرات حلوة كتير. أيوة، وكمان مليانة معلومات حلوة جدا. بس في الأول لازم ولابد إننا نرحب بمراسلنا الجميل لندا. أهلا لندا. أهلا بيكو وأهلا بكل أصحابي. لندا، هنرجع لك تاني على وجه السرعة، وأنا مستنيكو. شكرا ليك يا لندا. احنا النهاردة بقى يا استاذي الفاضل موضوعنا في غاية الاهمية. مهم ايه بس يا خلطة؟ اكيد مش اهم من الكارثة اللي انا عملتها. بتقول حاجة يا بيتا؟ ابدا ولا اي حاجة. لا انا سمعتك وانت بتقول كارثة. كارثة؟ ابدا انا ما قلتش كده يا ابني. قول، ده مفيش حد هيخاف عليك قدي. هقولك وامري لله، انا مش عارف ازاي عملت كده. اصل انا امبارح كان في مدارس احد. اه بس انت ما جيتش يا بيتا. لا لا لا، انا جيت، انا شفتك. حتى اقولك، حتى بالقمر انتي كنتي لابسه فستان بامبي وفي كرانيش كده، صح؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ انا امبارح ما كنتش لابسه كده. ايه؟ اه يبقى الفستان كان اخضر. ايوه اخضر، افتكرته. وبعدين كان عليه نقط صغيره كده ولا كده كمان؟ يبقى اصفر ازرق طيب ولا ايه؟ مش فاكر. بس انا رحت. اوعي تقولي ان انا ما رحتش. لا ما رحتش يا بيتا. خلطه بيتا، ما رحتش مدارس الاحد. بقولك ايه، شفتي ماتش مصر وهي بتلعب مع غانا؟ وفاول فاول فاول، والفرعون الصغير المهاجم العالمي محمد صلاح من ضربة ثابتة صاروخية جابها في الزاوية البعيدة وجول عملها الفرعون الصغير. مبروك عليكي، مبروك عليكي يا مصر الفرحة. بيتا ما تغيرش الموضوع. ما هو هو دوت الموضوع يا خلطة. موضوع ايه يا بيتا؟ الماتش كان يوم الاربع بالليل ومدارس الاحد يوم الجمعة الصبح، وجاي تقولي موضوع يا سيبيتا. انا هعترف لك بالحقيقة اللي مخبيها عن كل الناس، بس انتي لأ، انا مش هخبي عليكي. احنا بعد ما اتفرجنا على الماتش عندي في البيت، خدتنا الحماسة الرياضية والجلالة الكروية وفوز مصر صح فينا العزيمة، واتفقنا
إننا هنلعب ماتش عالمي يوم الجمعة الصبح، وما لقيناش أحسن من وقت مدارس الأحد عشان كلنا هنكون مجمعين فيه. يا خبر يا بيتا، طب وليه عملت كده؟ أصل كان نفسنا نلعب كورة خلطة، فقلت بقى بدل ما أروح مدارس الأحد أروح ألعب الماتش، ولا من شاف ولا من داري. يا سلام، بس على فكرة بقى يا سيبيتا، في حد مهم جدا جدا شافك. ايه ده؟ لا ما تقوليش كده يا خلطة، ويا ترى مين ده اللي شافني؟ اكيد بابا وماما صح؟ لا مش بابا ولا ماما. الحمد لله، امال مين يا خلطة اللي شافنا؟ ربنا يا بيتا، ربنا هو اللي شافك. اه ربنا، بس هو مش ربنا موجود في الكنيسة؟ يبقى ازاي شافني بقى وانا بلعب كورة؟ انت عارف يا بيتا انت عامل زي مين؟ زي يونان. يونان؟ هو كمان يونان ما راحش مدارس الاحد وراح يلعب كورة مع اصحابه؟ لا ما راحش نينوى، راح ترشيش. راح ترشيش؟ اه يونان بقى ده بقى بيلعب في نادي ترشيش صح ولا ايه؟ انا هروح احترف بقى. يا ابني ارحمني بقى، ترشيش ترشيش دي بلد بلد، ممكن بقى تنسى الكورة دي شوية وتركز معايا؟ ها يا ستي انا اهو مركز معاكي، اتفضلي. بص يا سيدي، كان زمان خالص خالص في نبي عظيم جدا اسمه يونان. في يوم ربنا كلمه وقال له انه يروح بلد اسمها نينوى. ايوه وضحي كده وفهميني، يعني نينوى ده اسم مدينة. ايوه يا بيتا، ايه التركيز العالي ده؟ نينوى دي بقى مدينة كانت بتعمل حاجات وحشة كتير، علشان كده ربنا قال ليونان ان يروح علشان يقول لشعبها انهم يتوبوا ويرجعوا عن الحاجات الغلط اللي هم كانوا بيعملوها. اكيد طبعا يونان راح بسرعة وعمل زي ما ربنا قال. للأسف اللي حصل ان يونان ما سمعش كلام ربنا وما راحش مدينة نينوى. امال عمل ايه؟ فكر انه ما يعملش اللي قاله عليه ربنا ويهرب ويسيب البلد كلها ويمشي علشان ربنا ما يشوفوش. فلقى سفينة رايحة بلد بعيدة اسمها ترشيش، فركب السفينة واستخبى ونام فيها، وفكر انه بكده يكون هرب من ربنا وربنا مش هيعرف طريقه خالص. فكرة برضو، ده يونان ده طلع ذكي قوي، يعني ممكن فعلا هو لو هرب بعيد قوي ربنا مش هيشوفه، او يعني يستخبى مثلا. ايوه، او مثلا يقوم يجري كده ازاي يعني؟ بص يا بيتا، في نقطه كده الظاهر انها واقعه منك خالص. لا لا لا، انا زي الفل والحمد لله، مفيش اي حاجه واقعه مني ولا حاجه، وحتى لو وقعت يعني مش مهم راحت ولا جت، دي نقطه يعني معايا نقط كتير جدا على فكره. بس رغم كده مفيش مانع لو تقولي لي ايه هي الحاجه دي. يا سلام عليك كده يا بيتا، وانت متواضع وجميل. متشكر يا خلطه يا جميله، متشكر. الحاجه دي بقى يا بيتا هي انك مش عارف ان ربنا موجود في كل مكان. في كل مكان؟ أيوة. يعني هو موجود معانا دلوقتي؟ ربنا معانا هنا دلوقتي وشايفنا وكمان سمعنا. وكمان شايفنا وسمعنا؟ أيوة يا بيتا، ربنا يا بيتا كبير جدا ومال الكون ده كله، يعني هو معانا هنا دلوقتي وكمان في الكنيسة وفي كل مكان يا بيتا. والأكتر بقى من كده، هو عارف إحنا بنفكر في إيه وإزاي كمان. ده على كده بقى عارف كل الحاجات اللي أنا عملتها دي؟ طبعا. يا خبر يا خلطة، ده أنا كده موقفي محرج للغاية، ده مفيش إحراج بعد كده. يا كسوفي ياني يا كسوفي. ما هو يونان برضو كان في نفس حالتك دي يا أستاذ بيتا. آه صح، ويونان بقى بعد ما نام في السفينة اللي رايحة ترشيش دي عمل ايه؟ هقولك يا بيتا، ربنا كان عايز يعرفه انه شايفه وعارف هو عمل ايه، فخلى الرياح تبقى شديدة قوي، فطبعا البحر هاج والامواج عليت، والناس اللي على السفينة كلهم حسوا ان في حاجة غريبة بتحصل وكانوا خايفين جدا جدا،
ومن كتر الخوف اللي كان ماليهم قعد كل واحد يصلي لإلهه علشان ينجيه. ايه ده؟ هما اللي في السفينة دول ما كانوش يعرفوا ربنا؟ لا ما كانوش يعرفوا ربنا. طيب ويونان؟ يونان عمل ايه خلطة؟ لا ده يونان كان في سابع نومة. ايه نايم في وسط كل اللي بيحصل ده؟ حد يصحي يا اخوانا يا مخرج، ما ينفعش كده، حد يصحي يونان يا جماعة. فعلا يا بيتا، جاله رئيس المركب وقال له قوم قوم صلي لإلهك علشان ينقذنا، انت ازاي نايم المركب بتغرق. وفعلا يا بيتا يونان قام، وكل الركاب قالوا اكيد اللي بيحصل ده ليه سبب، احنا لازم نعمل قرعة ونشوف اللي حصل ده بسبب مين. وفعلا عملوا قرعة وطلع مين السبب؟ واحد هربان من ربنا، لازم طبعا يكون هو السبب. لا ويا ريته صاحي، ده نايم كمان، ده انا من ساعة ما سبت مدارس الاحد ورحت لعبت كورة وانا ضميري عمال ينغص فيا ويأنبني يا خلطة، وده نايم. استنى بس وانت تعرف ايه اللي حصل مع يونان، ده هيصعب عليك. ايه اللي حصل يا خلطة؟ بعد ما القرعة وقعت على يونان سألوه على حكايته، فقال لهم انا هربان من ربنا. فسألوه البحارة طب نعمل ايه علشان البحر ده يسكت، فقال لهم ارموني في البحر والبحر هيهدى. يا خبر، هيرموا يونان في البحر؟ ويا ترى عملوا كده فعلا يا قلطة؟ في الاول يا بيتا كانوا خايفين قوي وحاولوا اكتر من مرة انهم يرجعوا السفينة على الشط، بس للأسف ما قدروش، وما كانش في اي حل تاني غير انهم يرموا يونان في البحر. وفعلا اول ما رموا يونان البحر هدي جدا، وكلهم عرفوا ان اله يونان هو الاله الحي وكمان امنوا بيه. طيب ويونان المسكين ده عمل ايه؟ اكيد غرق طبعا والسمك اتسلى عليه وازقزه زي اللب والفشار. يا حبيبي يونان، ده كان حبيبي، كان حبيبي وانا بحبه قوي. لا يا بيتا ما تزعلش، بالرغم من ان يونان ما سمعش كلام ربنا لكن ربنا برضو بيحبه وحافظ عليه من الغرق. جاب له عوامة. عوامة ايه بس يا بيتا؟ طبعا لا، اكيد جاب له لانش كبير كده صح؟ لا يا بيتا، ربنا جاب له حوت. ايه حوت؟ ايوه حوت بلعه. يا خرابي، ليه انا ما بحبش النهايات الحزينه دي يا خلطه، حوت بلعه. ايه 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 يا بيتا الدراما دي كلها؟ ربنا خلى الحوت يبلع يونان علشان يحافظ عليه يا بيتا، فهمت؟ لا طبعا، اكيد الحوت مش هيخلي منه فتفوته. ده لو كان حوت عادي، لكن الحوت ده ربنا هو اللي امره انه يخلي يونان جواه ويحافظ عليه، ويونان فضل جوه بطن الحوت 3 أيام. ياه 3 أيام، وكان قاعد ازاي 3 أيام جوه بطنه يا خلطة؟ دي حاجة صعبة جدا، أنا مش قادر أتخيلها. يونان كان قاعد جوه بطن الحوت بيصلي يا بيتا، وكان بيقول لربنا أشكرك يا رب لأنك نجتني من الموت وسمعت ليا لما ناديت عليك، انت فعلا اله بترحم وبتسامح لانك سامحتني رغم اني ما سمعتش كلامك. الله يا خلطة، دي فعلا صلاة جميلة جدا، انا نفسي اعرف اصلي كده زي يونان. انت ممكن تحفظ الصلاة الجميلة دي يا بيتا، هتلاقيها في الكتاب المقدس موجودة في سفر يونان الاصحاح التاني. ايوه سفر يونان الاصحاح التاني، انا اول ما اروح هخلي بابا وماما يقرولي الصلاة الجميلة دي. برافو يا بيتا. وبعد يا بيتا ما يونان النبي صلى الصلاة الحلوة دي، ربنا امر الحوت بانه يحدف يونان على الشط. ياه والحوت سمع كلام ربنا يا خلطة؟ طبعا يا بيتا، وفعلا يونان لقى نفسه على الشط وربنا كلمه تاني وقال له روح يا يونان لأهل نينوى وقول لهم الكلام اللي أنا قلت لك عليه. وطبعاً
المرة دي أكيد يونان سمع كلام ربنا وراح نينوى جاري، مفيش كلام بعد كده. طبعا يا بيتا، يونان راح المدينة وقال لهم إن ربنا هيبيد المدينة بعد 40 يوم. بص يا خلطة، هو أنا يعني في توقعاتي يعني أتوقع إنهم هيستمروا في شرهم، وأكيد مش هيصدقوا كلام واحد غريب زي يونان. بالعكس يا بيتا، دول صدقوا كلام يونان على طول. معقولة؟ وأكتر من كده كمان يا بيتا، ده حتى الملك بتاعهم كمان قلع لبس الملك بتاعه، ولبس لبس بسيط جدا، وأمر إن كل المدينة من أكبر واحد لأصغر واحد فيها يصوم ويصلي، وكمان بطلوا كل الحاجات الوحشة اللي كانوا بيعملوها، ده حتى الحيوانات كمان صامت. ياه، ومعقولة ربنا هيسامحهم وينسى كل الشر اللي هم عملوه؟ فعلا هو ده اللي حصل يا بيتا، ربنا سامحهم لأنه بيحبهم. نفسي كل الناس يعني يا خلطة تعرف ربنا وتعرف قد إيه ربنا بيحبهم، ونفسه إنهم يكونوا معاه ويعرفوه. الله، دي أحلى حاجة يا بيتا. والأحلى بقى يا خلطة إني قررت أقول لبابا وماما إن لعبت الكورة بدل ما أروح مدارس الأحد. فعلا دي تبقى حاجة حلوة قوي، والجميل إنك تعملها النهاردة. تفتكر يا خلطة بابا وماما هيعملوا فيا إيه؟ هما أكيد يعني مش هيرموك في البحر يا بيتا، بس أكيد إنهم هيفرحوا إنك اعترفت بغلطك وإنك مش هتعمل كده تاني أبداً أبداً أبداً. أيوة، ربنا يطمنك. أنت عارفة يا خلطة، أنا نفسي أصطاد حوت كبير جداً وأحاول أقوم قاعد كده جواه زي يونان، وأشوف بقى إحساسي ساعتها هيبقى إيه. يا سلام على الأفكار العبقرية، بس للأسف في مشكلة صغيرة قد كده هتقابلك. وإيه يا ترى بقى هي المشكلة؟ هتصطاد الحوت بإيه يا حضرة القبطان العظيم؟ بإيه؟ هو إيه اللي بإيه؟ بالصنارة طبعا يا فلحة، هجيب صنارة واصطاد الحوت كده هو. إيه السؤال ده أصلا؟ لا طبعا ما ينفعش. ليه ما ينفعش بقى يا أستاذة خلطة؟ هتقول لا يعني ولا هتقول لا؟ مش الصنارة دي زي بقية الصنانير اللي ببقى بقية الناس اللي بيصنروا بالصنانير؟ بس 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 بس، احنا اللي هيحل المشكلة دي هو مراسلنا الجميل الأستاذ لندا. عندك حق، هو اللي هيقول لي ممكن اصطاد الحوت بإيه. أهلا يا أستاذ لندا، سمعنا كويس؟ أهلا يا بيتا، أيوة أنا معاك. إيه ده؟ أنت فين يا لندا؟ أنا دلوقتي في المرسى والمراكب كلها حواليا كتير. طيب أنا دلوقتي يا لندا عايز أصطاد حوت بالصنارة بتاعتي اللي زي بقية الصنانير، وخلطة بتقولي مش هينفع، أنت إيه رأيك بقى؟ بص يا بيتا، الصيد ملوش طريقة واحدة ولا أداة واحدة، يعني في طرق كتير وأدوات كتير جدا للصيد، لأن في أحجام وأنواع كتير جدا من الأسماك، ولكل حجم ونوع الطريقة الخاصة في صيده، زي السنارة مثلا وطرق تانية كتير. أيوة شفت يا خلطة، أهو ممكن أهو يا فلحة الصيد بالسنارة عادي جدا. فعلا يا بيتا، لكن الصيد بالسنارة بيبقى للهواة، لأنه طبعا بياخد وقت كتير جدا، وده لأن السنارة بتصطاد سمكة واحدة بس، لكن طبعا في ادوات تانية كتير زي الشبكة اللي بيستخدمها الصيادين، وبتبقى مصنوعة من الحرير او الكتان او الياف صناعية متينة، وفي نفس الوقت خفيفة علشان يقدروا يصطادوا بيها بسهولة. انما بقى علشان يصطادوا حوت ده موضوع كبير قوي ومحتاج اكتر من سفينة، وبيكونوا مجهزين باجهزة كتير، الموضوع مش سهل خالص يا بيطة. بس احب اقولك ان صيد السمك ده متعة فعلا، انا بحب جدا اصطاد السمك، والاحلى بقى اني اكل من السمك اللي انا اصطادته ده. انا بقى لازم اسيبكوا دلوقتي علشان انا معزوم على اكلة سمك معتبرة. ميرسي جدا ليك يا لندا، وبالهنا والشفا. يا بختك يا لندا، رايح تاكل سمك جميل. شفت بقى يا سيفيتا اني لازم اجهز سفن كتيرة قوي علشان نصطاد بيها حوت واحد، الموضوع مش سهل أبداً. الظاهر كده يا خلطة. دلوقتي بقى
تعالوا نروح نعرف أكتر عن الحوت ونرجع مرة تانية. خلطة بيتا. الحوت الأزرق. يعتبر الحوت الأزرق أضخم الحيوانات الموجودة في العالم. طوله حوالي 30 متر ووزنه بيعادل وزن 1500 إنسان أو 24 فيل. والحوت الأزرق ده من الحيتان ذات الصفائح، وتسمى كده علشان الحيتان دي ملهاش أسنان، لكن بيحل مكان الأسنان دي صفائح بالينية وبتكون موجودة في الجزء العلوي لفك الحوت. ولونه أزرق غامق وموجود في معظم البحار. كمان الحوت الأزرق بيبقى عنده فتحتين فوق راسه علشان يتنفس منهم. كمان من الممكن إننا نصطاد الحوت علشان بنستخلص من كبده زيوت بتستخدم في حاجات تانية كتير جداً. خلطة بيتا. ورجعنا لكم مرة تانية يا صحابي. شفتي الحوت كان كبير قدها خلطة؟ ده كان كبير قوي. وفي واحد صاحبنا كان عايز يصطاده في سنارة. لا، سنارة ايه بقى؟ ده كان كلها وكلني وكل المركب كمان. ودلوقتي بقى جه معاد الفقرة اللي كلكم بتستنوها، وهي فقرة السوشيال ميديا. ايوه، واللي فيها بنقرا تعليقاتكم وبنجاوب على سؤال من اسئلتكم العبقرية، بس اللي هيجاوب عليها هو مراسلنا الجميل الاستاذ لندا. خلطة بيتا. سهير ابراهيم بتقول حلوة قوي الخلطة دي، ميرسي ليك كتير يا سهير، الخلطة دي حلوة بيكم. وبوبوس كركر بيقول انه بيتابعنا كتير وبيقول ان خلطة عسل هي وبيتا وكمان استاذ لندا. انا ميرسي ليك قوي يا احلى بوبوس يا جميل انت. ورحيل جرجس بتشكر القناة جدا وفرحانة بيها قوي علشان بتعلم اولادها حاجات كتير مفيدة وترانيم تانية جميلة جدا. عايز اقولك ان هي دي رسالتنا، واحنا مبسوطين انك متابعانا. ومامة كيرو بتقول انها اتفرجت على الحلقة بتاعت الشهداء واتبسطت جدا، واحنا اتبسطنا بيكي جدا، شكرا ليكي. وجورج ادوارد بيطلب فرح لخالته وبيتا لانهم فرحوا اسرة الشهيدة ماجي، واحنا كمان بنطلب ان ربنا يفرحك دايما، شكرا ليك يا جورج. يوحنا هلال بيتمنى لينا سنة سعيدة، وانت طيب يا يوحنا، ميرسي ليك خالص. يوسف فادي بيقول كل سنة وانتوا طيبين يا احلى قناة كوجي في الدنيا كلها، وانت طيب يا يوسف، انتوا احلى مشاهدين في الدنيا كلها. وماريا سامي وسارة مجدي متابعين خلطة وبيتا وبيشكرونا وبيطلبوا من ربنا انه يباركنا، شكرا لماريا وسارة وصلولنا كتير. سوزي بتبعت لنا كتير ومتابعانا وبتقول انها بتحب خلطة وبيتا وبتحبني انا كمان وبتحب كوجي قوي قوي، وبتقول شكرا يا كوجي يا جميل، شكرا ليك يا سوزي، انت كمان جميلة قوي. وسولا ريمون بتقول انها بتحب كوجي قوي وبتحب خلطة وبيتا، احنا كمان بنحبك يا سولا قوي. وصفاء بعتلنا من الاردن وبتقول ان ابنها بيحب كوجي كتير، لما بيشوفه بيضحك قوي وبيسقف وبيطلب من ربنا انه يباركنا، شكرا ليك يا صفاء، احنا مبسوطين قوي ان ابنك فرحان بكوجي، احنا كمان فرحانين بيه كتير. وميرفت يوسف بتقول ان قناة كوجي دي جميلة جدا وانها بتعلم الاطفال حاجات كتير وبتطلب من ربنا انه يباركنا، شكرا ليك يا ميرفت، وان شاء الله كوجي يعلم الاطفال حاجات حلوة كتير قوي. وكرولو الزكريا ولورا فوزي وكوكا منير بيقولوا ان كوجي احسن قناة اطفال وانها جميلة قوي وانها بتفرحهم، شكرا ليكم يا كرولوس انت ولورا وكوكا. وشيري مجدي بتقول ان القناة رائعة وبتفرحهم كتير، شكرا ليك يا شيري. وتوتا سامي بتبعت لنا كتير ومتابعانا وبتقول ان البرنامج جميل جدا وانها بتحب خلطة وبيتا كتير قوي، شكرا يا توتا، احنا كمان بنحبك وصلنا دايما. مريان بتعيد علينا وبتقول لنا كل سنة وانتوا طيبين ودايما متألقين، وانت طيبة يا مريان، شكرا ليكي. وكرمينا روما وهلا مجدي بيقولوا ان البرنامج فوق الروعة وانهم بيحبوا خلطة وبيتا قوي، ميرسي يا كرمينا ويا هلا، احنا كمان بنحبكم قوي. ميرسي لكل اصحاب خلطة وبيتا الجمال على تعليقاتكم الجميلة. هنستنى منكم كمان اسئلتكم اللي حابين تعرفوا اجابتها على العناوين اللي باينه قدامكم على الشاشة دلوقتي. باي باي.
على أكلة سمك، إنما إيه بقى ما حصلتش. إيه بجد؟ معقولة؟ أنا مش مصدق نفسي. شكرا يا خلطة، شكرا يا أحلى خلطة. طيب يلا يلا يلا, يلا بسرعة، أنا جعان قوي. يلا بسرعة يا خلطة. يلا يلا. إيه إيه يا ابني اللي أنت بتقوله ده؟ إحنا على الهوا، أنت رايح فين؟ أعمل إيه يعني؟ جعان يا مخرج، جعان يا ناس، جعان. وطبعا إحنا كلنا معزومين عندك يا أستاذ الخلطة. يلا بينا يا جماعة. جعان.